يوم الجمعة. قالت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: اللهم اجعلنا من أقرب من تقرب إليك، وأوجه من توجه إليك، وأنجح من سألك وتضرع إليك. اللهم اجعلنا ممن كأنه يراك إلى يوم القيامة الذي فيه يلقاك، ولا تمتنا إلا على رضاك. اللهم واجعلنا ممن أخلص لك بعمله وأحبك في جميع خلقك. اللهم صلي على محمد وآل محمد، واغفر لنا مغفرة جزما حتما، لا نقترف بعدها ذنبا ولا نكتسب خطيئة ولا إثما. اللهم صلي على محمد وآل محمد صلاة نامية دائمة زاكية متتابعة متواصلة مترادفة برحمتك يا أرحم الراحمين.